ايوه، وجهش. وهذه تلقاها من تنوبة ومن تنازل كلهم. ألا يا مرحبا بش، ألا يا مرحبا بش وبهلش وبالجمل اللي راح البش. هذه موجودة حتى الحسن البصري أحد التابعين، سيد التابعين، كان روي عنه وكان يقول اذهبي إلى مولاش ناديش، يقول يخاطب جاريته اذهبي إلى مولاش ناديش. فهذا اللي أنا بقوله، أنه أحيانا دراسة اللهجات الحديث تعيننا على فهم لغات زمان كانت تسمى لغات العرب، لغة هذيل، لغة قيس، لغة تميم، لغة قريش، لغة، ثم بعد ذلك الآن صارت تسمى لهجات. جميل. يعني أحيانا نجد الأخوان المصريين مثلا البارح يقول امبارح، يعني تبديل لام التعريف بالميم امبارح. هذه الحميرية اللي هي ألا التعريف الحميرية اللي الموجودة الآن من جيزان ومناطق ذي، لما يقول لك كم ساعة، يعني امتداد لها، هي امتداد. هل كان في العصر وحتى في الحديث ليس من امبر ام صياما في ام سفر. كثير من القبائل العربية هاجرت إلى مصر وبلاد الشام وإلى المغرب العربي، طبعا نقلوا معاهم لهجتهم. خذ العنعنة، العنعنة هو قلب الهمزة عين. الآن بعض القبائل عندنا ما يقوله بس علك سعال، الله الله مضبوط ولا لا؟ هذه العنعنة بس علك، إيه بس علك سعال، الهيعة بدل الهيئة يقول لك الهيعة. لما تروح للصعيد ما يقول لك لا، يقول لك لع. من وين جت؟ من هنا. الله الله لع بال بال طيب الفحفحة، فحفحة هذيل أيضا فحفحة كيف ده؟ شوف يعني أنت خذ لغات القبائل كلها، وهذه أي إنسان يستطيع هو بنفسه أن يأخذ أي كتاب من كتب اللغة التي تحدثت عن لغات القبائل أو لغات العرب قديما ويحاول أن يطبقها على ابن مالك لما كان يقول إيش على أسماء الإشارة، يقول بذا لمفرد مذكر أشر، بذه تي تاء على الأنثى اقتصر. نحن كنا لما نقرأ هذه كلام يوم كان يدرسونها هي في دارة وحيد كنا نضحك. الآن طيب نحن نقول مثلا درسونا إنها إذا أردنا أن نشير لمفرد مفردة مؤنثة نقول هذه، والناس يقولوا ذي وتي وته، ما هي مستخدمة الآن؟ صح. طيب عربية صحيح، فإذا واحد أتكلم نجي نقول لا هذا يهدم لغة القرآن. طيب هي لغة قديمة موجودة، ذه إيه ذه وته وتي. الله الله تياك. الله الله الله، يعني دلالة على أنه يعني هي امتداد وهي تطور. الحقيقة هذا الحديث أريد أن أختمه قبل أن ننتقل لمحور آخر بمقولة أخرى، يعني لعلي هي أن القرآن نزل بلغة قريش.